دخلت نبيتنا بتسريح ودخلنا بيتنا بتسريح جوفت من الهوا والريح ودخلنا بيتنا بتسريح قلت لنا الفيروس ده كورونا طلعت مكرونة بصحيح بابا 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 ايه بابا 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 ايه بس خلاص ايوه اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم المالطا فندي. النهارده حلقه مختلفه. النهارده هنتكلم عن نهايه العالم في 2020. ناس تقول لك جراد وناس تقول لك نمل اسود وناس تقول لك عاصفه التنين وناس تقول لك كورونا وكل بيقول خلاص احنا كده مسلمين امرنا لله وخلصت خلاص. عشان كده جينا نتكلم النهارده. ما تزعلوش مننا, احنا ما بنسخرش من حد وبنسخرش من حد بعينه, احنا بنسخر من الواقع اللي عايشينه عشان احنا دي رساله بنقدمها في الاخر. هنديكم رساله ان شاء الله رب رساله تعجبكم وان شاء الله الحلقه تعجبكم بموقفنا الجميل وحلقتنا الجميله النهارده عن نهايه العالم في 2020. عشان كده جبت لكم معايا اتنين خبر عالميين, الخبير المصري العالمي زغلول المزول, خبير الارصاد والابراج. اهلا بيك يا زغلول. اهلا بيك يا ملطفان. كمان معايا الخبير العالمي الخواجه نوزي الملبوز. حبيبي يا مالطا فندي, الارصاد الامريكي. اهلا بيك. كله في كله, انا بتاع كله. منورني يا خواجه نوز. حبيبي يا مالطا فندي. هلو هلو يا هاو ار يو. الحمد لله. هو ازاي الجو عندكم في بلادكم؟ الجو فظيع يا مالطا فندي, فظيع. انا فوق السطح عندنا في بحيره طبيعيه, يعني في سلاح اليومين دول ما حدش واخد باله منه بس مهم جدا. ايه هو السلاح؟ ايه هو؟ المساحه. اهم سلاح اليومين اللي فاتوا دول. البيت اللي ما فيهوش مساحه خلاص عليه التفاح. البيت اللي ما فيهوش مساحه ملوش مساحه. الله يكبر عليك يا مالطا فندي. دمك خفيف يا مالطا فندي. اهلا بيك يا زغلول, البروفيسور زغلول المزهول, خبير الارصاد المصري العالمي القديم قوي قوي. كلمنا عن الطقس. احنا لسه ما شفناش حاجه, ده احنا لسه هنشوف زلازل وبراكين يا ساتر وكون لقيت مغربك في الطيق يا ساتر. ربنا يستورها يا رب. الله يخرب بيتك يا حزين. ايوه حبيب قلبي يا مسكين. وايه تاني اللي هيحصل مع البراكين؟ ناس هتعمل ايه؟ نطلع لنا بركان من هنا. الناس بقى خلاص بقى هتمشي مطر مؤاخذه يا مالطا فندي. اخرس خلاص بقى. الناس هتعمل ايه لما تلاقي البركان طالع؟ هتجري عليك تقول له البركان اهو, البركان اهو. ايه البركان؟ ايه ولقيت تقعد تلعب بقى حول البركان كده. ويعملوا عليه الشاي مثلا, الشاي اللي هو المغلي ده, عارف الشاي المغلي ده؟ بدل شاي على الولع شاي على البركان. شاي على البركان. شاي على البركان. صحيح يا جماعه المصريين اللي بيتفرجوا على القنبله وهي بتنفجر مش غريب عليهم يروحوا يتفرجوا على البركان. المصريين يعملوا اي حاجه ويعملوا شاي على البركان. امال ايه؟ جميل قوي شاي على البركان ده. احنا المصريين عظمنا ناشف ومتين. انا عندي بقى يا مالطا فندي طريقه جديده خالص, لسه جايبها من انجلترا وجايه هلا على مصر. ايه هي؟ عشان اعرف في مطره ولا لا. قول لي ثانيه واحده. اتفضل ثانيه واحده. لسه ايه ده؟ ده نمبر 1 ليه؟ ثانية 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 مفيش مطر. لا لا ما تخافوش. مفيش مطر. مفيش مطر. هو بيستمع حاجة. هو بيستمع حاجة. مفيش مطر. ايه؟ ايه؟ بتمطر بره؟ مش قصدي. لا بتمطر بره. دي الطريقة بتجيب العكس. انت عارف حاجة بتجيب العكس على طول. قول لي بقى زغلول يا مزهول, المطر لما مطرت الكام يوم اللي عدوا دول عملت ايه ورحت فين؟ والعاصفة كنت عامل ايه اما نقول عاصفة جاية وسريعة وايه الكلام ده؟ العاصفة كانت جاية من الناحية دي بس أنا كنت واقف في الناحية التانية. الله عليك. أيوه. طول عمرك حبيتك ناصحة يا مضروب. أنا رحت بقى لفيت, أصل أنا برضه راجل ناصح وذكي. رحت لفيت من الناحية التانية. العاصفة ما جاتش عليا. ما جاتش عليك خالص. تنزح من العاصفة يعني. ليه العاصفة كانت جاية في كيس هوا ولا إيه؟ لا هي كانت جاية لوحدها كده بتسقط كده. على فكرة بقى أنا عايز أقول لكم حاجة, أنتوا خبراء مش عارفين حاجة. أنا بقى أقول لكم حكاية عاصفة التنين دي بالظبط. الخبير يا فندم. يعني أنت بتسمع كده يقول لك إيه؟ أما قبل أي حاجة الطور شايل الكرة الأرضية على قرنينه, فلما الطور بيغير الكرة من على القرن ده للقرن ده بتحصل العاصفة بتاعة التنين. ايه الهبد ده يا مالطا فندي؟ أمال ايه؟ لا لا مفيش الكلام ده. لا 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 ده كلام علمي. على فكرة على فكرة لو قلت الكلام ده عندنا بره هيسجنوك. لا يا عندنا زمان هيدوك على الشلاها. عندنا زمان جدي العمدة شلاها, جدي العمدة كان يقول لنا كده على طول, يقول لك ايه نقول له لما يحصل زلزال ولا مطره ولا رعد ولا برد ايه ده يا جدي؟ يقول لك ده التور بيغير من على قرنه, اصل قرنه هيوجعه فبيغير الكره الارضيه من على القرن ده للقرن ده.
ما حاجه معروف العاصفه. وبعدين اقول لكم على حاجه كمان، العاصفه التنين دي طلعت صيني. حتى العاصفه طلعت صيني. يقول لك التنين ده جاي من الصين قربان من كورونا، فما جاي على مصر هنا كده ما لقيش كورونا، مع انه اصلا رجع على الصين تاني. مين اللي قال لك ان الكره دي على تور ومش تور؟ اللي قال لك الكلام ده جدي. تور لا لا انت تقول كده على جدي العمده الله يخليك. لا ده جدي عمده، ده العمده الاهلي شرفنا. يا عم ولا. يا عمده مين؟ العمده الاهلي. لا والله نسيت علينا ده مش لاقي ياكل. انت عارف يعني المقطع الكبير؟ مش لاقي ياكل. هيبهدلنا كلنا هنا. ما تغلطش في جدي العمده. لا 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 مفيش الكلام لا ما تغلطش في جدي. انا بقى يا جماعه اقول لكم على حقيقه العاصفه دي اللي حصلت عشان برضه يبقى عارفين الكلام. ايه؟ هناخد ميه بس نقول حكايه العاصفه عشان ميه تبقى داخله عارفه. يعني دورنا هنا نثقف الجمهور ونعرفه ايه المشكله. العاصفه ديت يا مي طبعا دليل على التقدم والتطور والتحضر، كلنا بنقول نفسنا مصر تبقى متقدمه ومتطوره زي دول اوروبا، وطبعا احنا ما كانش بيحصل عندنا اعاصير ولا صفافير ولا ميه بعصير، بقى عندنا بلكونات وشبابيك بتطير، فده اكبر دليل على اننا متطورين ومتحضرين ومتقدمين زي الدول الاوروبيه. اهو بقى عندنا اعاصير وفيروسات وحركات وبركات. معانا مي، اهلا يا مي. الو الو. ايوه ايوه انا الملطة فندي يا مي. ايه انت عاملين ايه؟ انا احنا عاملين حق عاملين حق عاملين فيروس كورونا، عاملين مكرونه. يلا مي مي وحدف مندي وشاور على طرفه اجيب. مين معانا؟ رعد. لا 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 ما خليك انت شويه رعد، استنى شويه ضهيدي علينا رعد. الحمد لله الرعد طار. يا ربنا يجعل كلامنا خفيف عليك يا رعد. انا منتظر بقى اليومين اللي فاتوا بقى اول ما يجي الزلزال ادوني خبر، انما رعد انا بخاف من الرعد والبرق. الله يخليك. اليومين اللي فاتوا بقى يا مالطا فندي مصر كلها عايمه. ايوه ايوه انا عشان اروح لواحد صاحبي كنت اروح بعوامه. عوامه عوامه ياس. في 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 الشارع امشي الشارع بعوامه بعوامه، ما بمشيش بشبشب وبتاع عوامه. والله احنا عندنا في البلد يا خواجه نوز يا اخويا، يعني انا طبعا المطره بعد ما المطره ما خلصت بقيت ماشي في الشارع ابص لفوق. حاسب يا عم الحاج، حاسبه النبي يا امه. كله بيمزح ميه من على السطح ويرمي. المطره بحر غريق وعو. معانا مصطفى من بني سويف، اهلا بك يا مصطفى. بلكت الهدوء. انا استاذ مرسي. انا فاكره بتاع مرسي. مصطفى من بني سويف انا عارفه من زمان بتصل عليك، مش عارف انت غيرت البرنامج غيرت الميعاد. لا ما احنا خلاص ثابتين على الميعاد ده مصطفى، كل ثلاث الساعه 10. وبعدين خليك معاه مصطفى، احلى تحال مصطفى رجاله. يلا يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى ايوه برضه انا بحبك يا مصطفى. بس خلاص اهلا بيك يا مصطفى. انا باشا حبيبي حبيبي يا باشا. عملت بقى في المطره والسيول والرعد والبرق والحاجات اللي كانت تخوف دي؟ ما خرجتش من البيت خالص لحد النهارده. ما خرجتش؟ ها ايوه ما خرجتش. البس العوامه واطلع يا مصطفى ما تخافش. لا 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 بقول لك يا مصطفى بكره تاني. بقول لك يا مصطفى ما انا فانا ابو العينين مش معاكم ليه؟ ابو العينين عينه بتوجعه. ابو العين فقع له عين. اي والله ربنا يشفي دعيله. الله يا ربنا يشفيه. انا من زمان وانا بدور على البرنامج بتاعك كان بيجي من الجمعه. حبيبي احنا دلوقتي كل 3 الساعه 10 وابحث على اليوتيوب قناه المالطا فان، ده تلاقي عليها كل الحلقات. شاهد واستمتع معنا يا مصطفى. بس عايز اقول لك على حاجه مصطفى. قول يا حبيبي. الكام يوم الاربع ايام اللي فاتوا دول اللي الناس كانت قاعدهم في البيت كافلين يزودوا التعداد السكاني بعد 9 اشهر اقل حاجه 10 مليون زياده. حبيبي يا مصطفى. الطيارات هترش بكره. حبيبي يا باشا حبيبي صباح الفل. بس انت عارفني مرسي يا فندم. ايه؟ بقول لك كنت بقول لك الاول يا مرسي يا فندم. لا ايوه انا فاكرك يا مصطفى واقول لك انا المالطه فندم تقول لي مرسي يا فندم. لا انت كده 100 100. ايوه حبيبي يا مصطفى انا فاكرك وما انساكش ابدا. اشكرك يا مصطفى، تحياتي ليك يا مصطفى. سلام يا مصطفى. يا اخي من اول ما السنه بدات وعمالين يقولوا كورونا ويقولوا طقس وتنين ورعد ونمل وجراد ومحسين ان العالم خلاص في نهايته. 2020 هتجيب اجلنا. 2020 بس يا انا عاوز اتجوز يا مالطا فندي، انا لسه ما اتجوزتش. 2020 تتجوز كورونا بقى. بس اخرك كده. تتجوز واحده متفيرسه. روح اعمل لها ضبط مصنع ولا سوفت. انا عايز اتجوز. اتجوز. ما انت اتجوزت يجي 17 مره يا زغلول لحد قد كلمك. انا نفسي اتجوز واتمتع واعيش حياتي. ايوه يا زغلول ده انت بنتك قدك صح. واخرج على شغلي ولما ارجع الاقي مراتي كبسه الله احمر والله اخضر وتدلع فيا ولا دلع فيها ولا ليها واديها عناي. وانا عايز اتجوز يا مالطا فندي. ما فيش عروسه كده على الهوا. اللي عنده عروسه لزغلول يا جماعه معانا. منى اهلا بيكي يا منى. ايوه
اهلا إيه؟ وسهلا بك يا استاذه منى. عليك السلام. مساء الخير. دلوقتي الموضوع كورونا ده حقيقي؟ ايوه حقيقي طبعا، نحن نطالع الصحف يوميا مكتوب فيها طبعا ان في كورونا وان في ناس بتموت. احنا خايفين منه والدنيا بايظه ومش عارفين نعمل ايه. الدنيا بايظه من المطر، اما من كورونا مش بايظه ولا حاجه. ما تخافيش انت من كورونا. اقول لك انا بقى يا ست الكل، اولا فيروس كورونا ده يعني ما بيجيش الا عند الناس اللي مؤاخذه الفرافير، هم الفرافير والفافي بس هم اللي بيجوا لهم كورونا. ايوه انا شعب بياكل بصل. يعني ناس زينا بيصبحوا الصبح ياكلوا فول وبصلتين وشويه توم على الصبح، وبعد شويه يضربوا سندوتشين حواوشي وعلى الدوريه كده يكونوا واكلين فته بالليمون والبصل والتوم، واخر الليل ياكلوا كوارع وفته وممبار، يجي لهم فيروس يعمل ايه؟ ده الفيروس لو جالهم يهرب، يقول الحقوني اغسوني عندي كورونات صغيره عايز اربيها. ايوه قولي يا استاذه قولي. ايوه صح. ما ايوه والله صحيح ولا مش صحيح؟ قولي الصراحه. ايوه صح. والله العظيم ده احنا هضمنا يجي 37,000 فيروس قبل كده ولا بياكل معانا الكلام ده. احنا المصريين ما الكلام ده ما ياكلش معانا. المصريين دايما يعني ما شاء الله عليهم. المصريين متوكلين على الله ومسلين على النبي ومقضينا بوس واحضان ولا في اي حاجه خالص. ولا كمامات ولا حاجه وكله بيسلم وبيبوس والدنيا ماشيه زي الفل. ربنا يستر يا رب. ربنا يحافظ مصر. يا رب. ربنا يخليك. بشكرك على المداخله الجميله الرائعه. مريم معنا الان. مريم على الهاتف، انطقي يا مريم. ايوه معاك المالتا فندي. انا الشبح. والله ما بعزك يا مالتا فندي. والنبي انا بعزك. اسمك ايه بقى؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ دي مريم ولا ولد؟ مريم. مريم بنت ما شاء الله. مريم بنت زي القمر الصراحه. انا اسف. ازيك يا مريم؟ مريم الصوت بيخشول يا مريم. هاو ار يو يا مريم؟ خدتي اجازه من المدرسه يا مريم؟ الله يسلمك. ايوه. طب بتخرجي في الشارع ولا يا مريم؟ ايوه. طب بتخرجي في الشارع؟ ده يا لا الشبكه عندك وحشه، كلمينا الثانيه يا مريم. وما تخرجيش في الشارع، وطول ما انت قاعده في البيت اغسلي لي على طول ايدك بالميه والصابونه اللي زي ديت. اهوت ميه بصابون. اديني كمان. اديني. انا متعكم. قرب يا لا 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 ده انت كلك فيروس يا واد. بس انت جاي من الصين لسه جاي اهو. يا جماعه احرصوا على غسل اليدين بالماء والصابون يوميا. بالليفه والصابون اهو. بالميه والصابونه نغسل من الكورونا. بالميه والصابونه نغسل من الكورونا. فهمتوا خلاص؟ على فكره فيروس ده صيني ولا اللي ما عندوش كحول ولا بتعمل حاجات اللي بتحفظ الاداء الغاليه دي، شويه ميه على خل هيظبطوا الاداء. وبعدين الحوائط والحاجات الخشبيه دي مسحوها بميه بكلور، والازاز دي بتاعتي مش هديها لحد، ما حدش من الكنترول اللي ياخدها. معانا مين بقى؟ غنيم. اهلا بك يا غنيم. اسمه تقيل. يا سيد غنيم. مساء الخير. مساء الخيرات يا سيد غنيم. هنيك يا باشا على البرنامج ده. ربنا يخليك. ارجع ارجع لورا شويه. قول كمان قول كمان كلام حلو قول. اتجعس كده يا ملتفان. الله يكرمك يا ريس. يا ريت بس الميعاد ده يكون مظبوط على طول. والله يا اداره القناه بقى ومعاك الاستاذ محمد رمضان وجوميديا هم بقى يعني مسؤولين عن هذا الكلام. يعني انا ان شاء الله كل يوم 3 الساعه 10 وانتظرونا في مفاجات باهره في الايام القادمه. حبيبي يا صديقي. قول لي بقى. الله يكرمك يا استاذ حازم. خليك معايا بس، خليك معايا دقيقه. معاك يا باشا. ايوه كنت فين بقى في الاربع خمس ايام اللي هم بتوع الاجازه والمطره والجو والرعد والبرق؟ وبالذات انت كنت فين وقت العاصفه؟ بتضحك يا شاي. عاصفه صعبه يا طيب. بشكرك طالما مكسوف تقول. معانا صباح. الو. اهلا بيك يا استاذه صباح. الو. اهلين يا استاذ صباح، نحن معك على الهواء مباشرة الان. الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ والله الحمد لله انا فاين. نعم احنا من امبابة حضرتك. احلى ناس امبابة، وامبابة ما فيهاش كورونا مع انها زحمة زي جدا بس ما فيهاش كورونا وزي الفل. واحنا بنحب حضرتك جدا والله، والبرنامج جميل. ربنا يخليكم ويخلي شعب امبابه الاصاله المصريه والحضاره المصريه والمصريين الاصاله الاصليين في امبابه. الاصلي الاصلي. الاصلي اصلي، امبابي اصلي يعني. عاصمه جوهانيا. ربنا يخلي حضرتك يعني. العفو يا فندم، نورتينا في البرنامج. لو سمحت يا فندم قبل ما تقفلي.
بما ان حضرتك قفلت اسمعي هذه الرساله، لابد من الحفاظ على نظافه اليدين لاولادك وابنائك، ولا تنزليهم الى الشارع، احرصي عليهم وعلى مستقبلهم. مش واخدين الاجازه عشان يروحوا يتفسحوا في الحديقه، ولا يروحوا الجنينه، ولا حديقه الازهر، ولا يطلعوا على الكورنيش. حافظي على عيالك يا حاجه، ما تطلعهمش بره البيت، شغليهم كرتون، لعبيهم على التليفونات، المهم ما ينزلوش بره في الشارع وما يختلطوش، عشان الولاد الصغيرين دول ما عندهمش مناعه ونخاف عليهم، وهم عايزين اجازه عشان يقعدوا في البيوت. ومن ده اخير لو سمحتوا سيدات مصر، ابوس ايديكم ارحموا المولات، وسيبوا المحلات في حاله، سيبوا لنا شويه الاغذيه اللي عندنا، عشان احنا كده احنا كمصريين اللي هنبقى متضررين. ومعانا محمد من الشرقيه، اهلا بك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحبكم في الله والله. نعم يا اخي. بحبكم في الله والله. انا الثاني احبك على الاولى والله، نحبك على الاولى. انا من الشرقيه، انا بكلمك والله، انا بحب البرنامج ده جدا يا استاذ حازم. الله يخليك. وبحب الناس اللي معاك العسل دي. الله يخليك. البرنامج بيحبك ويحب الشرقيه والناس اللي في الشرقيه، ويحب فجوس وابو حماد والقطويه وابو كبير وكل اهالي الشرقيه العزاز على قلبي. اسمعنا من التليفون يا محمد، يعني الشرقيه يا محمد ده خطوه جنبينا هنا. لو ربنا يخليك يا استاذ حازم. ويلا اولاد تحيه للشرقيه. والشرقيه بتلعب حلو على ولا، والشرقيه بتلعب حلو على ولا، الشرقيه بتلعب حلو على ولا. احلى تحيه للشرقيه. دول ناس 100 100. معانا هاني، اهلا بيك يا هاني. هادي ها ما طلعش هادي ولا نادي، طلع مؤمن. ايه ده، ده مفاجاه. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. طب وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. يلا الو الو. يا مؤمن. ايه يا ملت حبيبي؟ يا مؤمن يا ملت كده على طول من الجرافان كده. يا استاذ يا بحب البرنامج بتاعك قوي. انا كمان بحبك يا مؤمن حبيبي. انت منين بقى؟ انا ما بلاش الفضايح دي يا ولد. بلاش الفضايح. انت في سنه كام يا مؤمن؟ بقول لك ايه يا مؤمن؟ فول اعدادي. فول اعدادي يا مؤمن اهو. بقول لك يا مؤمن، ايه سمعت عن عاصفه التنين اللي جت من كام يوم؟ اه انا اقول لك بقى، عاصفه التنين دي كانت جايه بسرعه حوالي 65 كيلو في الساعه، فعاصفه التنين كانت جايه بسرعه 65، فوقف الكمين بتاع التبين وسحب الرخص عشان تجاوز السرعه. حلو يا مؤمن؟ ده التنين كان بيكرر. حلو. انت اللي احلى يا مؤمن حبيبي. خدت اجازه من المدرسه يا مؤمن؟ اه. طب بتطلع في الشارع ولا يا مؤمن؟ لا ما بطلعش. شاطر يا مؤمن، اتفرج على الكرتون وذاكر الدروس بتاعتك، واتفرج على قناه مصر التعليميه وشويه، واتفرج على الصحه والجمال. ما هو مصر التعليميه يا جماعه عشان الدروس مستقبله. واتفرج على ملطه فاني. واحنا عندنا دروس برضو هنا اهوت، وانا اصلا بدي دروس برضو يعني بعد الدور، يعني حسب 200 جنيه. 5 في 6 بكام يا مؤمن؟ حسب 200 جنيه على الهوا لايف. وحافظ بقى على ايديك، اغسل ايديك. 5 في 6 ب 30. غلط يا حبيبي. بكام؟ 30. طب 7 في 8؟ ايوه. قول يا مؤمن. طب هات اللي معاك وانزل هنا. انت لسه هتسال يا مؤمن وبتاع، خلاص انت كفايه يا مؤمن بقى. انت اتفرج معانا على، اتفرج علينا مع ماما وبابا وتيتا وطنط، ونادي على الجيران قول لهم اطلعوا في البلكونه، خشوا اتفرجوا على الملتف افندي، وصلت لنا في الحته بتاعتكم. ماشي يا مؤمن حبيبي. عايز تسال اسال جوه. بشكرك يا مؤمن. نرجع يا اولاد لموضوع الساعه. فيروس كورونا اللي بيه بيهددونا، واضح انها لعبه، ولعبه سخيفه ومخيفه، لعبه كبيره قوي. عايز اقول حاجه، انا عايز اقول حاجه. قول. زمان، ايام زمان، ايام جدي في السبعينات والثمانينات. ايه جدك ده؟ جدك في العشرينات. كان الواحد لما يعطس الناس تقول له يرحمكم الله، يرحمكم الله. دلوقتي الناس تقول له البقاء لله. يا عين امك. اه والله بقت ايام سود. طب اقول لك على حاجه، اول امبارح كنت في البنك، ثلاثه دخلوا بكمامات، كله طلع يجري، قال لك ده عندهم كورونا، عندهم كورونا. الحمد لله. بعد ما طلعوا من البنك اكتشفنا انهم حراميه. الحمد لله. وتلاقي كورونا سباكيتي. ما طلعوش عندهم كورونا الحمد لله. طلعوا حراميه. طلعوا حراميه. اصل الكمامات كانت سودة، احنا ما خدناش بالنا. انت عارف البت ستها جعلص نحمده؟ ايوه عارفها. جالها الفيروس وكلته. يا ساتر. وبالف هنا والف شفا، شبعت لما بلعته. يا ساتر. امال ايه؟ اكلت الفيروس. ايه ده، فيروس صيني. نهارها ابيض. يعني بيبوظ بسرعه. سودة. لو عندك عبيله واديني وزود لي وبتوصى واديني الجرعه. انت ما جالكش الفيروس؟ ايوه جالي. كورونا.
قال لي فيروس كورونا. الفيروس يخاف يجيله. لا ده قال لي فيروس كورونا وشافني وطفش ورمى نفسه من البلكونه. انتحر. انتحر على طول. طبيعي. الفيروس لما يجي هنا في مصر لازم يخلع وينتحر. اقول لكم على حاجه يعني انت زمان كان عندنا مثلا الواحد ان جاله فيروس ولا حاجه كانوا بيعالجوه بمنتهى السهوله. ايه؟ اي فيروس. ودلوقتي؟ انا اقول لك كانوا بيعملوا ايه؟ قول لي كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا ايه؟ انا اقول لك. كنا بنيجي بيه الواحد من دول نسقيه لمده 3 ايام عصير وسكر وليمون وعسل. ثلاث ايام؟ اه سكر وليمون وعسل. ايوه لمده 3 ايام. اول يوم نسقيه سكر وليمون وعسل. واليوم الثاني؟ والثاني يوم نسقيه سكر وليمون وعسل. واليوم الثالث؟ ثالث يوم بقى نسقيه سكر وليمون بس، يطلع الفيروس يسال على العسل نضربه بالجزمه على دماغه يطب ساكت. يا ولد الايه يا مصريين يا ولد الايه. معانا اتصال، اهلا بيك. يعني المصاب بفيروس كورونا يعصر على نفسه ليمون. اهلا 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 بيك الملطة افندي بيحييك. اهلا 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 بيك الملطة افندي بيحييك. مين؟ لا لو سمحت يا ملطة افندي انا عندي فيروس. يا ساتر يا رب. اوعى تعديني. وماله يا ابني؟ اقفل السماعه يا ولد. ما كلنا عندنا فيروس. عمال اعطس من الصبح مش عارف لي علاج. عارف لك اهو، اغسل يديك بالميه والصابون قبل الاكل وبعد الاكل. ولو عندك فيروس كورونا اعصر على نفسك ليمون. اهو قال لك زغلولو، قال لك لو عندك فيروس كورونا اعصر مع نفسك ليمونه. ايه؟ بقول لك للتجنب فيروس كورونا عليك باكل المكرونه. ايه حبيبي؟ وشرب الليمونه. لا وحب الليمونه. ايه ده؟ عديت الراجل يا والي؟ عديته على الهوا حرام عليك. ايه بقى بسرعه حرام عليك. كمامه بسرعه. كمامه بسرعه. اغسول. بقول لك كورونا بالبشاميل حبيبي. خد اديني قافيه بقى، خش عليا تاني. ايوه ادوني كورونا سباكيت. اخش اخبط قبل ما اخش ولا اخش على طول؟ خش على طول. انت هات الطبق وخلاص، احنا عايزين الطبق بتاع. لا ده باين عليه قليش قليش. ان شاء الله قليش. قول يا باشا قول، ولا عندك قلش ما يتقلش. بقول لك تعرف ابو حماد؟ ابو حماد اجدع ناس حبايبي من القطاويه. القطاويه والملاك وخط الملاك. الملطويه كلهم في القطاويه يا والدي. اه شرقاوي انت؟ القطاويه جميه. شرقاوي انت؟ لا. طب انا عايز اتجوز. هتجوز يا استاذي؟ هنا مش برنامج مطلوب عروسه. البرنامج كله عاوز يتجوز. برنامج المالطه فندي. انا بقولك المالطه فندي يعني ممنوع جواز. ممنوع جواز؟ ايه مالطه مالطه ما فهمتش. بص تعرف يعني ايه؟ بص بقى يا باشا، من 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 علامات نهايه العالم في 2020 ظهور المهرجانات والناس اللي اختنت من المهرجانات بصوره كبيره كذا، الى ان اصبح العلماء على النت يشتكون ويبكون ويكتبون. يعني دفعتهم فلوس للمغنيين والمطربين والمهرجانات والهستك والبشتك، وادتهم فلوس خلوهم يجيبوا لكم علاج الكورونا. ايوه عشان كده انا واحد من الناس من حق اغني زي اي حد. عاوز تشتهر؟ يا ابني الغنى اللي بيحصل يومين دول برضو ما هو من علامات نهاية العالم يعني. ايه امال كله بيغني نهاية العالم؟ كله بيغني. هو البتاع ده اصلا كله بيغني يا ابويا. يعني شاكوش هو اللي هيني على العالم؟ شاكوش ده هيدب على دماغك. اسمع بقى، انا اغني احسن من شاكوش. اسمعوني بقى يلا. من شر العناوات نزل واجه. يلا يا اولاد قولوا معايا. يلا خش عليا. يلا. رحت الهرم ونزلت مرطية يا سيدي، والاهرامات لقيتها حواليا. فجأة لقيتني ماشي مش عارف أنا رايح فين. لبيني وفيصل والعشريني طلبية والتلاتيني وكمان آخر كعبيش والجيزة بولا وسانت تريزا وأحلى قعدة لذيذة القعدة عالكورنيش. لبيني أيوه وفيصل والعشريني طلبية والتلاتيني وكمان آخر كعبيش والجيزة أيوه بولا وسانت تريزا واحلى قعده لذيذه القعده على الكورنيش. بس خلاص. انت عاوز تشتهر كده؟ فنان يا ملطفنش. هو ده فن؟ انا عايز اشتهر. هو ده فن بخبط ورزع وزن. انا مش عايز اغني. ايوه انا عايز اشتهر. اقلع. عيب يا ولد. انا عايز اشتهر. اقلع. انا كده كده ملط. مش فارقه معايا. ايه انا مش عايز اغني. انا عايز اشتهر واقدم فن وابقى معايا فلوس واركب عربيه عن اشمعنى انا؟ الو أم المالتي باشا. أهلا يا معالي الباشا، أنا المالتي فندي بس مش المالتي باشا. يا رجل محترم. حبيبي حبيبي والله. أحلى تحية وأحلى سلام ليك.
والله انت راجل محترم وزي العسل يا باشا. احلى تحيه للجيزه وشعب الجيزه، احلى تحيه ليك حبيبي حبيبي حبيبي. والله برنامجك زي العسل يا باشا والله. النبي انت اللي زي العسل ومدخلتك اللي زي السكر. الناس اللي معاك المحترمه جدا قوي دي والله. حبيبي حبيب قلبي منورنا والله. حبيبي الشعب المصري يا باشا جامد، ولا كورونا ولا اي حاجه، ربنا يديمك. احلى شعب الشعب المصري. بقول لك انت من الجيزه صح؟ من الجيزه يا باشا. يا باشا عربيتين سندوتشين كبده من عند ابو عبده الصبح اللي عند جد عارفه، وشوية كشري زيزو على شوية كشري انسجام يخلص الكلام. ماشي احنا بنضرب فول على الصبح زي ما انت قلت زي الفل. احنا ناس بنشرب خل يابا. هو ده. ناس شايبة خل يابا. الحشيش بيباع كل حاجة. يا ساتر يا رب. كنسل كنسل كنسل. لف كارتيلا برشفيلا. مها معنا مها. مها من اها. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عسل صغيرة مها، عسل صغيرة كده وحلوة كده، ازيك يا مها؟ عسلية يا مها والله. الو ازيك يا خالد؟ ازيك يا خالد جنون حبيبي يا مها؟ عامله ايه؟ واكل مني الجو. ايوه انت في سنه كام يا مها؟ انا في سنه خمسه. خمسه؟ كبرت مها بسم الله ما شاء الله، ككوته صغيره كده. ايوه ما كلنا كنا كتاكيت وطلعنا من اولى الخمسه يعني، ايه الجديد؟ صح صح معلش هي جت كده. عامل نفسك خواجه وناصح وبتفهم احسن مني. هي جت كده. ده خواجه ولا يفهم اي حاجه. بحبك يا خواجه نور. حبيبي ده الجمهور العسل ده. حبيبتي يا مها حبيبتي. جمهور اطفال الله يسهلك يا خواجه. انت منين يا مها؟ تلاقي بنت اخت هرش ومرش. امال ايه؟ منين من القاهره يا مها؟ هو بيسال السؤال ده عشان ما يطلعش قريب هو محفوظه. يا سلام ده حبيبي اخوك الصغير ده، الدنيا سلم عليك حبيبه. اسمه ايه اخوك الصغير؟ مين اللي بيمليك حمودي. يا فاطمه اسمه ايه؟ حمودي. حمودي حمودي حمودي. ازيك يا حمودي؟ حمودي ده حد قريب. ايه هو حمودي؟ والله يا ابا ما اعرفه. والله يا ابا ايه. انت تعرفيني يا ما؟ قولي الحقيقه. والله حبيبي ما اعرفش. لا طب والله ما عسليه وحمودي عسليه. ازيك يا حمودي؟ الله يسهل لك يا نوس. عندك جمهور؟ جمهور اطفال شلتر. هو اكبر جمهور اطفال اصلا. مين؟ بنشكرك يا مها. سلام يا مها. واحلى جمهور البرنامج الشرقيه وجمهور الشرقيه، واحلى جمهور للبرنامج الشرقيه واحلى محافظه الشرقيه. وتحيه للشرقيه. ثروت باشا. مساء الخير يا استاذ مالت. مساء الخيرات عليك يا اخي. مش مكشوف انت بتقول لي استاذ مالت كده؟ حلو استاذ مالت دي. لا مش مكشوف والله يا باشا، انا عايز اسالك سؤال واحده. اوعى تقول حاجه تحرج. ها؟ لا يا باشا انت عمال تتريق على الدنيا كلها وانت قاعد كده حاطط رجل على رجل وعمال تتريق على كورونا وتتريق على كل حاجه. الشعب المصري احلى حاجه فيه بياخد كل حاجه بطريقه. والنعمه احلى حاجه يا عم. سيبك انت، هناخد ايه منها غير ضحكه؟ ولابس بنطلون اصفر طالع من البيضه. والله لازم يا باشا. الطربوش عندك عامل ايه؟ لا الطربوش حر الصراحه يعني، الجو حر في من فوق. الجو حر وانت عمال ماسك المنش عمال بتنش وتحصص على الطربوش. الطربوش احمر والدنيا حلوه معاك خالص. الحمد لله. انت جاي داخل تقر ولا ايه يا باشا؟ والكرافات مع البنطلون الاصفر. لا لا يا باشا انت داخل تنبر على الطقم ده ولا ايه؟ كده يا باشا وخليك تمام كده. انت اسمك استاذ مالت لازم تظبط الكرافات. عايز اقول لك على حاجه. طول يا باشا. الستايلست بتاعي اللي بيعمل اللبس من حسنيه فقوس. عليا النعمه. اعلى مسا على عينيك يا معالي الباشا. حبيبي واحلى ناس حسنيه فقوس حبايبي. بشكرك يا شرقاوي. ومعانا شمس. الو شمس من كفر الشيخ. احلى تحيه لكفر الشيخ. هلا كفر الشيخ كفر الشيخ كفر الشيخ كفر الشيخ. تتربت تتربت. شافني بقى الاطفال بقى بتوعي. ازيك يا شمس؟ خش يا نور. انا بحبك يا استاذ مرتاوي. حبيبي انا بعشقك. انا انا كل لك انا بس خلاص حبيبي. الله يخليك. احلى مسا عليكم. احلى مسا على الشرقيه وناس الشرقيه. انت في سنه كام؟ انت في سنه كام؟ انت في سنه كام؟ انا في ثانيه اعدادي. قلبي خض وطلض. ها؟ شكرا. ايوه اقول لك انت بتروحي ما تروحيش المدرسه خلاص قاعده في البيت صح؟ يلا قفلت خلاص. شمس قفلت. يا اولاد معنا حمدي من جنة. وقبل ما نقول يا حمدي الو احلى تحيه لنافع من جنة صديق البرنامج. وحشتنا يا عم نافع. وحشتنا والله. نافع من هنا وحشنا والله. انا يا استاذ حمدي. استاذ حمدي الو. هلا والله بجنة واهل جنة. مرحبا كيف حالك؟
تمام الحمد لله. اتفضل قول. وطي التلفزيون يا حمدي، قول لهم يعلوا في القهوه بس. الو. ايوه يا حمدي. ده يا عم مرض. خليك على الخط مفتوح، اطلع الناس على القهوه قول لهم افتحوا التلفزيون عشان يشوفوك انت بتتكلم. هم بيحترموك ازاي وهم بيقولوا استاذ مالت وعم مالت؟ يعني ما تركبش على بعض دي. مش عارف انا كده. عم مالت. عم مالت. حبيبي. ازاي بقى؟ حبايبي. جمهوري حبيبي يقول لي يا استاذ مالت، يقول لي يا مالت، يقول لي يا حاج مالت، يقول لي اللي هو عايزه. انا بحبكم كلكم وتقولوا زي ما انتم عايزين. اتكلموا. ها؟ تقول ايه؟ برضه جنى احلى تحيه لجنى وشعب جنى، جمهور البرنامج في محافظه جنى. من المنيا احلى تحيه للمنيا، فاطمه من المنيا. ايوه مطرفاني. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا حاجه فاطمه. عامل ايه؟ الحمد لله والله بخير، عندي كحه، عمال اكح اهو، تعبان وحرارتي سخنه وعمال اعطس. الف سلامه علي. سلام عليك. الله، شكلي كده هطلع على الحجر في مرسى مطروح. لا بس. اروح اخوفهم واجي. لا طب السر عليك. ربنا يخليك والله. ها والله احلى برنامج واحلى مسا عليك. الله يكرمك. ربنا يخليك. ناس محترمه، ناس محترمه والله. والله نفسي اروح المنيا دي، المنيا الان احلى تحيه للمنيا. قولي لي بقى يا استاذه برضه. يا سلام والله احلى ناس واحلى برنامج بصراحه. الله يخليك. قولي لنا بقى، عملت ايه في الهواء والاعاصير والشبابيك والبلكونات اللي كانت بتطير، وعملت ايه مع فيروس كورونا وحله المكرونه؟ قاعدين في البيت والله. طب ما بتخرجيش يعني؟ لا ما بنخرج. عملت زي الناس التانية كده، رحت السوق وخزنتي وحاجات واكل وشرب وحاجات من دي ولا؟ ابدا لا، احنا سايبينها تمشي ببركه ربنا. من النبي على الله العظيم، انتوا احسن الناس في المنيا واحلى شعب، هو ده الكلام. احنا نعمل زحمه اللي رايدنا بحاجه ربنا هيشوفها، اللي ربنا بحاجه هيشوف. ربنا يسترها ان شاء الله على مصر والمصريين. وبشكرك يا اختنا من المنيا يا حاجه فاطمه، بشكرك، تحيه للمنيا، واحلى سلام بقى رول فاتحه لابو العباس. يا اسكندريه يا اجدع ناس، يا اجدع ناس. بس خلاص حاجه فاتحه باسكندريه، اهلا بيكي. ربنا يخليكوا يا رب، بارك فيكم. مين ميرسي والله. ربنا يخليك يا غالي. الله يكرمك. يا مرحب باسكندريه، منورانا على الهاتف. مرحبا بيك يا قلبي. هو مين، هو اللي انت حضرتك اللي بتكلمني ولا ابو طربوش؟ والله كنا بنتكلم يا حاج. الاثنين بطربيش. ايوه احنا الاثنين بطربيش. طربشونا. ايوه والله. بصي يا حاجه فتحيه، واحد ببدله حمراء وواحد ببدله ايوه لونها مش عارف. شفتش والله العظيم. بس انا الامور اللي فيهم يا حاج. لا انا مش ده، ده كذب ده. ايه انا خلاص. لا ده كذب. اسمع يا والله العظيم دمكوا زي العسل شربات والله. بص يا حاجه فتحيه، والله دمكوا شربات يا حاجه فتحيه. نعم يا حبيبي. انا المعلم بتاع العيال دي. أنا يا حبيب قلبي. ايوه الله يخليك يا غالي، ربنا يبارك لنا فيك. وايه الحلاوه دي؟ تسلميلي تسلميلي يا حاجه فتحيه والله زي الفل. احلى تحيه اسكندريه والحاجه فتحيه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه بس؟ تعرفوا انتوا بترفعوا عننا الهم اللي احنا والله فيه والله. والله والله ربنا يجعلنا دايما نسعدكم كده ونسعد ايامكم ونشيل عنكم الهم يا رب، ونقدر نفرحكم كل 3 الساعه 10 بالليل وعلى اليوتيوب على قناه المالتا فاندي. يا حبيب قلبي ربنا يخليكم يا رب وبارك في عمركم يا رب. الله يخليك. قول لنا بقى يا حاجه، اخبار كورونا في اسكندريه على البحر؟ السيوله اسكندريه ولا السيوله ماشي، ما هو شغال برضه. ما فيش نوه 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 إيه؟ في نوه بس عدت. في نو نو نو. ايوه. شكرا يا حاجه فتحيه، بشكرك، تحياتي ليك يا حاجه فتحيه وكل اهل اسكندريه. احمد من الجيزه. احمد الجيزه. احمد من الجيزه. احمد من الجيزه. استاذ المالطه فندي حبيبي. مش راكبه معايا يا استاذ المالطه فندي دي. مش عارف. بقول لك عامل ايه حبيبي. حبيبي يا ابو حميد، والله الاطفال دول حبايبي. ازيك يا ابو حميد؟ انت عندك كام سنه يا ابو حميد؟ زغلل. احمد انا زغلل. زغلل زغلل. اه قول حبيب قلبي من جوه، منورنا والله. معلش يا هو كان زغلل نايم شويه. معلش انا كنت كان معايل بياخد تعسيله وتاميل. باخد تعسيله. لا انا شفته واقف في جون الاهلي. واقف في جون الاهلي. ايوه هو ساعه الاهلي ما جاب جون وقام وقف كده. اه هو ده. انا اللي بقف على الكوري عشان ما تجريش. هو ده صبح رمضان وبقعد اجري وراها كده مدوره كده. انا عارف هو ده. هو رمضان صبحي.
بشكرك بشكرك على صديق البرنامج العزيز معانا محمود من الجيزه. من الجيزه ايوه والله قاعده لذيذه فيصل وسانت تريزا والقعده على الكورنيش يا ابو حميد. اهلا بك يا محمود. الو الو عاوز اخش على البرنامج. انت دخلت خالص يا محمود؟ انت دخلت من غير ما تخبط يا هودة. ايوه طب خبط كده دخلت اهو خش عليا. عامل ايه انت؟ الكورونا عندك؟ ها الكورونا انت بتشتم يا جدع ولا ايه؟ مش سامع اكيد بيخانق مع صاحبه جنبيه الكورونا. مش قادر يمسك نفسه من الضحك. طب هات حد جنبك يتكلم طالما انت مش قادر. شاور له هو يتكلم واحنا هنقف غنينا حاجه جنبي. عايز طب وحياه ابوك اللي تقول عليه لا يغنيه غنى حاجه جنبي حاجه كده. قول نغني ايه؟ يلا نغني. طب قول كده انت عايز تسمع ايه؟ طيب ايه دي؟ سكر محطوط على كريمه. يا سلام يا سكر انت. ما قلنا يا ابني من شويه دي هنسمعك حاجه غيرها. يلا يابا 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 على الكورونا يابا يابا على الكورونا وبالعدوى الملعونه يابا يابا على الكورونا نغسل ايدينا دايما بالميه والصابونه يابا يابا على الكورونا يابا يابا على الكورونا ولو نسينا مره يبقى انتوا فكرونا يابا يابا على الكورونا يابا يابا على الكورونا يابا يابا على الكورونا يابا يابا على الكورونا وسلم من بعيد لا تبوسوا ولا تبوسونا على الكورونا يابا يابا على الكورونا وبالعدوى الملعونه يابا يابا على الكورونا بس خلاص كورونا يابا يابا بس خلاص بس خلاص ما قلنا بس خلاص دكتاتور وهتفضل طول عمرك دكتاتور. انا دكتاتور هو مش طالع من البيض. انا عمكم وعم الحلقه في دكتاتور اسمه مالك. انا عمكم وعم الحلقه في دكتاتور مالك عشان يبقى مكشوف عليك كده. دي من الشفقية. عندك خصم من الصيام انت هو اضحكوا براحتكم. لا لا خلاص معانا مفيش حاجه وهنمشي بالهدوء. مين معانا؟ قطع هقولك بقى انا يا ملطف افندي الاثار معنا مايا من اسكندريه. من الاسكندريه معكم الان الانسه مايا. اهلا بيك يا اهلا بيك يا ست مايا. الو عسل يا عسل ده القهوه بتاعتها حلوه قوي حياه قلبي. انت لذيذه قوي يا مايا. اسمع بستنى اتفرج عليكم. ايوه كملي يا مايا. برنامج الملطف افندي قوي حبيبتي بستناه كل اسبوع حبيبتي يا مايا. انا وماما وكل العيله. معلش يا مايا طلب بسيط. ده انت تجنني يا مايا. اتصلي بنت خالتك دلوقتي بعد ما تقفلي معانا قول لها اتفرجي على الملطف افندي وشغلوش والملطف افندي. الله 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 ايه ده ايه العسل ده؟ الناس فاكرنا من ايام 8 بالليل. لا نعمل تحيه لمايا بقى. نعمل اي حاجه لمايا كده اعلى تحيه لمايا نغني لها بقى. نقول لها ايه بقى؟ مش عارف قول انت يا مايا يا مايا يا مايا يا مايا يا مايا يا مايا يا حبني وانا حبي خبني جوه قلبك ليه لسه طاويل. انت عيل هابيل انت عيل هابيل. ايوه عيل هابيل. الو يا مايا. مين مين الحمدية وبيب بيب 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 حمدية ومنيب بيب 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 حمدية ومنيب. أم مالك من الحمدية أهلا بيكي وشركة السكر كلمني. أهلا بالعسل السكر وشركة السكر وأحلى كلام من الحمدية. إيه الله يخليك. زمان زمان يا أستاذة سليمان نجيب كان بيقول في الفيلم مع نعيم عاكف كان بيقول إيه بقى؟ بيقول إيه ده من أيامك أنت دي؟ بيقول إيه يا أستاذة؟ نعم سليمان نجيب كان بيقول ايه لنعيمة عاكف في الفيلم زمان؟ بيقول لها شوف الكلام العسل شغل الحوامدية ياللي كلامكم بصل اتعلموا شوية يا سيدي. وده بنت فنانة والتفندي اهلا بيك. الله العظيم انت رنت مية مية. الله يخليك والله الحوامدية اللي مية مية الحوامدية مية مية. الله يكرمك اتفضلي. ما اخبار كورونا؟ عفوا معلش كورونا وعاصفه التنين عاملين معاك ايه؟ الحمد لله تمام. والاخبار خزنتي اكل وعملتي خزين في البيت ولا لا زي الناس اللي عملوا؟ لا الحمد لله تمام كل حاجه عندنا. ايوه يعني يعني جريتوا على المحلات وعملتوا خزين زي الناس المجانين؟ لا لا خزين يعني سايبين على الله. الله عليك الله. هم دول المصريين الجدعان اللي بيشيلوا مصر في الزمن. سايبين على الله المكتوب ده حاجه بيشوفها. الله عليك الله عليك والله. اينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيده. بشكرك بشكرك يا استاذه من الحمديه بشكرك. ومعنا البرنس فهد من المنيا. ايوه ده اسمه يا برنس. هو اسمه البرنس يا برنس. هو اسمه فهد. عامل ايه يا حبيبي؟ حبيب قلبي يا برنس. الو حبيب قلبي يا برنس. الو حبيب قلبي. هلا والله يا برنس.
كورونا تعبان قوي. الف سلامه. عندك قولونه؟ عندي كورونا وبرد وتعبان قوي يا وزم الله. طب استخبى بقى لاحسن يقفشوك. انقع نفسك وميه سخنه. ازيك يا خواجه؟ حبيبي حبيبي يا برنس، عامل ايه يا برنس؟ الحمد لله يا برنس. سلم لي على عندك يا برنس. بقول لك ايه؟ الحمد لله منور. بقول لك ايه؟ بيتفرجوا عليك بيسلموا عليك واحد واحد. احلى تحيه للمنيا وشعب المنيا، بس عايز اسالك على حاجه، ما عندكوش بصل في الغيط في المنيا؟ بصل 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 ماشي. انت من بنشوف ولا من المنيا؟ مين انا؟ ايوه ايه امال انا؟ بيسمع من التلفزيون. مطوط التلفزيون. شكرا. يا جماعه ده الكحه مسكتني بجد وانا حاسس ان انا سخن. هو من ساعه المكالمه ما جات لك دي. والنعم. ربنا يسترها عليك. مع ان الجهاز اللي بره على باب المدينه ده ما صفرش عليا، مش عارف. اقول لك بقى انا على حاجه يا مالطا فندم. الاثار والمطر ده بيوقع شعر الشنب. وانا بقول شنب بيعمل كده ليه؟ ده كان كامل. ايوه ده كان لحد ما كان قد كده اختفي. طيب. بس يا ولد معانا اتصال ونقول الو. اهلا بكم في برنامج المالطا فندي. السلام عليكم. الو السلام ورحمه الله. تفضل يا سيدي العزيز. معك خليفه من برج العرب. خليفه من برج العرب، اهلا وسهلا. خليفه من الامارات، سمو الشيخ خليفه. هلا والله. انا بيك والله. حبيبي خليفه من برج العرب في اسكندريه. طبعا عارف بس بضحك معاك. اسكندريه المحروسه. احنا عايزين نستفسر بس على مرض كورونا، عشان عندنا في اسكندريه انا كله ماشي بكمامات وجوانتيات. يا خليفه انت قاعد في برج العرب في الهواء الطلق. انت قاعد في الهواء الطلق يا خليفه، ما فيش الفيروس ما بينتشرش في الهواء الطلق. الفيروس بيتصل بينتقل بالاتصال المباشر، يعني لا تسلم ولا تبوس ولا تحضن، بس يعني هو خلاص هو اغسل ايدك بالماء والصابونه وخلاص، ما فيهاش خالص الكلام ده. انت قاعد في الهواء. طيب معاك الصابون دلوقتي بيجيب الكورونا عمليا. الصابون بيجيب كورونا؟ بتقول ايه؟ لا لا، حكايه الصابون دي اشاعه مغرضه زي الطيارات اللي هترش حاجات في الجو، ده كلام فاضي كله، ما تشغلش بالك. اطمئن، مصر بخير وانت بخير طول ما انت سليم ونضيف وخفيف ولذيذ. وائل من بنها، تحياتي لكل محافظات مصر، بنها والمنيا والقليوبيه والدقهليه والشرقيه ومقنان والمنوات والعجزيه. اهلا بيك. ما تتكلم يا وائل ولا انت عامل نفسك من بنها؟ ما تتكلم يا وائل ولا انت عامل نفسك من بنها؟ بتتكلم والله ذات خيال. حبيبي ازيك يا وائل؟ انت منين من بنها يا وائل؟ في قريه اسمها بتان. عملت ايه في المطر والايام اللي فاتت دي؟ عملت ايه؟ انا غسلت ايدي بالمية والصابون زمان. في المطر غسلت ايدك بالمية والصابون؟ وقبل المطر؟ غير المطر. اقول لك على حاجه بقى، انت بتكذب لان المية كانت قاطعه والناس كلها عماله تشتكي ان المية قاطعه والكهرباء قاطعه. رياضنا في الوزن المصاريه ولا فيروس كورونا؟ انت شايف ايه؟ انا بقول الناس كلها بتطلع على المكرونه. ده المكرونه شحه في السوق يا حاج. صلصه بالمكرونه. بشكرك يا باشا، بشكرك برضو. بنها معانا لسه، بنها مكملين على الخط. حبيبه من بنها. الو يا حبيبه. نعم. رمضان جاي وهتاكل الزبيبه. المصريين اقوى من كورونا. الله اكبر عليك، هو ده الكلام. احنا اقوى من الكورونا. ايوه. واحنا قهوه من عاصفه التنين، ده حتى العاصفه طلعت صيني. يعني برضه انا من بزورة. طنطا. انا مش من بنا، انا من طنطا. يعني من طنطا وعامله فيها من بنا. احلى ناس. احلى ناس طنطا والسيد البدوي والحمص والحلاوه والدنيا زي الفل. عايزينكم بقى تبقوا الشياطين. ان شاء الله يا حبيبه. السيد البدو بس هم طبعا لغوا الموارد زي ما انت عارفه، يعني عشان التجمعات والانفلونزا والفيروسات. انفلونزا. الله الله. مكالمه من الشعب الطيب. مين؟ مكالمه من الناس الطيبين. ايوه. الاقصر ادفو. اهلا بيك معنا على الهواء. احلى شعب حبيبي يا خواجه.
خواجه حبيبي. هو مال الجمهور النهارده عسل كده ليه؟ خواجه ظاهر قوي واحنا مكتفين ولا ايه؟ تزعلون محدش في الله يسر الله يسر منورانا عندنا زغاليل. خواجه ايه المفاجاه ايه المقدمه الجميله دي النارية دي حبيبي؟ والله عجبتك المقدمه بتاع البرنامج؟ اه طبعا والله. نعيدها لك تاني. يلا يا اولاد نقولها تاني. يلا يلا عشان الراجل ده ما شاء الله عليكم مهورين والله. بتقول ايه حبيبي؟ ايه يا باشا احنا عشان بنحب الاقصر ودي تقريبا اول مداخله الجنيه من الاقصر صحيح؟ الاقصر بلدنا. احنا هنحتفي بيك وهنعيد لك المقدمه تاني الوقت. الاقصر بلدنا بلد سواح حبيبي. تحيه ليك والاقصر. يلا يا اولاد الاقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتفسح وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح ويسيب بلدنا احلى تحيه ليك شبرا. ايوه يا باشا حبيبي يا شبرا. انا بمسي عليكم وعلى يعني بالبرنامج الجميل. احلى مسا عليكم وعلى ذوقك وكلامك الجميل الراقي زيك والله. وبحيي يعني قناه السياحه والجمال. احلى تحيه ليك من الصحه. ربنا ينجحكم كده وتبقوا احلى قناه في العالم يا رب. ربنا يخليك يا رب بيكم ومتابعيكم وبيكم احنا نبقى ناس كويسين واحلى في المقدمه دايما طول ما انتم بتتابعونا وبتشجعونا وبتحبونا احنا كمان بنحبكم. ربنا يخليك يا فندم. قول لي بقى عملت ايه اثناء العاصفه؟ والله هو يعني ربنا ستر الحمد لله وفينا شر الكورونا ويستر معانا ربنا يا رب مع العالم كله. بس انت مش شايف الحاجه غريبه كده تحس ان 2020 داخله برجلها الشمال؟ لا ده خير ان شاء الله. كل ده خير عليك. خلي بالك يعني الناس متفائله والله. صحيح بشروا ولا تنفروا. احسنت. اه والله خير. احسنت. بشكرك يا سيدي الفاضل. عايزين ناخد مكالمة مي الطفلة مي. أهلا بك يا مي. هلو يا مي. السلام عليكم. أحلى مسا عليك يا مي. السلام عليكم. أحلى مسا عليك يا مي. هو إيه الطيارة اللي بيقول عليها ترش دي؟ ده كلام في الهجايس. وفي كده أترش إيه؟ مية بصابون يعني ما فيش حاجة. أصل جاية ببلدنا. بص يا مي. يا مي قولي لماما وبابا ما يقولكوش اخبار غير اخبار موثوقه. لما يقولوا ده في طيارات يعني حاجه تخص الجيش، ولما يكون حاجه تخص الجيش ما ناخدهاش غير من المصادر الموثوقه للقوات المسلحه. وبعدين بالمنطق كده هترش ايه الطيارات؟ ميه بصابون يعني ولا هترش ايه؟ وبعدين ترش مصر كلها ازاي؟ يا جماعه شغلوا عقولكم شويه والنبي ما تخلوش حد يضحك علينا. طيب ماشي انا هقفل السكه دي خالص. مالطا فندم انا عاوز منك خدمه بسيطه بقى. خلاص يعني ما الطيارات يا جدعان ما هو برده الكلام مش منطقي. اما نقول كلام يبقى كلام منطقي. يعني طيارات اللي هتلف دي وهتلف هيجيبوا طيارات منين تغطي مصر كلها يعني؟ وترش ايه بقى يعني؟ هترش ايه؟ انا راكب طياره وانا جاي يعني يا جماعه. واحد جيزه عليكم. هقول لكم يا جماعه دلوقتي بامانه احنا صحيح بنضحك وبنهزر بس عشان نتغلب على الموقف عشان نبقى اقوى من الموقف. المناعه جوانا والاراده جوانا نقدر نهزم بيها اي مرض اي فيروس اي خطر بيقابلنا. طول ما احنا كده هنبقى كده. فلازم احنا دايما كده ونقف نتحدى اي اشاعه مغرضه بتحاول تفتتنا تخوفنا ترعبنا تهددنا. لازم نقف لها بالمرصاد. ما ناخدش اي معلومه من اي حد غير من مكان موثوق. اي حاجه مش موثوقه ما نصدقهاش وما نسمعهاش وما نديلهاش ودنا. احنا جربنا كتير عشنا ثوره وعشنا مؤامرات وعشنا كتير وشفنا يعني خزعبلات وتخاريف وكلها في الاخر بتطلع كذب بكذب. وحتى اصحابها ومطلقيها ما بيكسبوش على دمهم ويعني بعد ما بيتحرجوا بيطلعوا كذابين ما بيكسبوش على دمهم. فاحنا يا جماعه عشان بلدنا مش هيبقى لنا غير بلدنا. الاشاعات دي بتدمر بلدنا وبتدمر اقتصادنا. ما تفرحش ان انت عمال تقول كلام في الهواء وخلاص وناس ماتت وناس مش عارف ايه والناس هتقعد في البيوت والناس ايه. طب ما هو انت هتقعد في البيت مش هتلاقي يجيب لك حد اكل، مش هتلاقي فلاح يزرع لك يعني زرعه تاكلها، مش هتلاقي تاجر يبيع لك كيلو سكر تاكله، والحاجه سعرها يغلى، انت فلوسك هتخلص، الغني اللي معاه فلوس كتير برضه ممكن تخلص ولا اخره هيركب طياره ويمشي، لكن انت كمواطن بسيط زينا كلنا هنروح فين ونيجي منين؟ مالناش غير بلدنا فلازم نحافظ علينا، ولازم ما نبقاش انانيين. انا ما بقاش اناني واطلع الم كل المنتجات اللي في السوق رابس وزبادي ومكرونه وبطاطس. طب ما انا لازم اسيب لغير يا جماعه. ما هو لما الحاجات دي كلها تشح من السوق هنعوز غيرها ونعوز نستورد غيرها ونستنزف الدولار واحنا نتعب والناس البسيطه ما تلاقيش. ما تبقاش اناني، خليك انسان طبيعي، حب لاخيك كما تحب لنفسك، اترك جزء لغيرك. ليه الانانيه دي؟ كلنا عمالين نجري على السوبر ماركتات وبتاع الخضار وبتاع الفاكهه ده بتاع الترمس بقى عليه زحمه يا ناس. في ايه؟
عشان الناس تتصلب يا هو في ايه بالظبط؟ يعني خلاص تلب حتى التاني بقى عليه زحمه يعني مش كده يعني ما خلاص قررتوا القعاد في البيت طب مين هيشتغل ومين هيزرع ومين هيقلع ومين هيبني البلد ومين هيحميها؟ يا جماعه اللي بيحصل ده تهريج بجد بلدنا لازم نحافظ عليها ما لناش غير بلدنا انا وانت وهو على فكره ما فيش اي بلد تلمنا ولا تسعنا كمصريين عشان تبقوا عارفين مصر بتساع العالم كله الا احنا ما حدش هيقدر يساعنا احنا نستحمل العالم كله بس ما حدش هيستحملنا احنا عندنا كرامه وكبرياء نستحمل الناس كلها عشان احنا كرمه ونشيلهم في حبنا وفي حضننا ونقسمهم اللقمه لكن احنا لو رحنا اي بلد تانية مش هنطيق وكرامتنا ما تسمحش احنا مش هنرضى بالذل والمهانه في اي مكان زي اي بلد حصل لها حاجه زي كده حافظوا على بلدكم يا جماعه مش كده سامحوني بقى خرجت من الـ من تحيه المضافات دي الكلام الجميل ده يا والي يا لهوي انا عايز وانت اقوى من القران انت اقوى من القران بتاع ده ايه الو يعني انا والله يعني وصلت رسالتي عايز اقول لكم في الاخر يعني بشروا ولا تنفروا العالم ان شاء الله خير طبعا الكلام اللي بيحصل ده هيجيب ازمات اقتصاديه هيجيب زمات كتيره يعني انتوا لازم تحافظوا على نفسكم حافظوا على بلدكم شغال عقولكم بايديكم انتوا تعدوا 100 ازمه بايديكم كمصريين تعدوا 100 ازمه بايديكم باتحادكم تقدروا تعدوا عاصفه تعدوا مطره تعدوا مشكله كهرباء تعدوا مشكله نور تعدوا مشكله فيروس تعدوا مشكله ميه ومشكله سد اي حاجه احنا بايدينا وباتحادنا نقدر نعدي اي حاجه تحيا مصر تحيا مصر بحبكم وان شاء الله يا رب تكون حلقتنا النهارده من مالطا فندي عجبتكم وقدرنا نوصل لكم رساله وقدرنا نكون دمنا خفيف على قلبكم وان شاء الله نقدر نسعدكم اكتر واكتر في الحلقات القادمه ان شاء الله كل ثلاث كلمه اخيره خبير خواجه نوز عن الارصاد اللي هتحصل اليومين الجايين كلمه للمصريين عن الارصاد اللي هتحصل اليومين الجايين ما فيش حاجه هتحصل ان شاء الله طبعا طبعا ان شاء الله ما فيش حاجه هتحصل مصر محميه ما تقولش مصر مستحميه اضربك لا لا خلاص بقى مصر محميه باولادها وشعبها صحيح المصريين جبروت نوز انت مين زغلول المبلول زغلول قول يا مبلول الارض مبلوله يا جدعان والمطر ان شاء الله باذن الله هتنشف خلاص على كده والشمس طلعت والشمس طلعت مصر حلوه وانا حلو وانت حلو وانت اقوى من فيروس كوروني انت اقوى من فيروس كوروني بشكركم خلص حلقتنا وهنزل التتر على اغنيتنا اللي بنقفل بيها دايما حلقتنا تحياتي ليكم يلا يا ولاد يا ابن حتتنا يلا هبه تعالى هنا جنبي يلا يا ولاد هنختم الحلقه باغنيه المطفندي يلا المطفندي 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 عامل عمايل المطفندي 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 برنامج هايل المطفندي المطفندي